وزير الداخلية: حزب الحرية دمر جهاز المخابرات النمساوي. تقرير جديد يكشف أن قانون الجنسية النمساوي قد يكون غير دستوري. النمسا تستثمر المليارات لتصبح مركزاً عالمياً في صناعة أشباه الموصلات. النمسا في مقدمة الدول في تصدير مستلزمات صناعة السكك الحديدية. محطة توليد طاقة في فيينا تخلط الهيدروجين بالغاز كأول تجربة في العالم. درجات الحرارة المرتفعة تعود إلى النمسا نهاية الأسبوع. مرحبا بكم مشاهدين في نشرة الأخبار على النمسا ميديا لهذا اليوم. اتهم وزير الداخلية جيرهارد كارنر رئيس حزب الحرية هيربرت كيكل بتدمير جهاز الأمن الداخلي في النمسا عندما كان وزيرا للداخلية. وقال كارنر إن حزب الحرية كان عامل عدم يقين في مناقشة الصلاحيات اللازمة لمحاربة التطرف والإرهاب، حيث منع الصلاحيات البوليسية اللازمة للتحقيق في الاتصالات عبر الإنترنت بأمر من المحكمة. من ناحية أخرى، شككت مديرة الحزب الاشتراكي ساندرا برايتندر في تصريحات ياهامر التي تنفي تشكيل حكومة مع حزب الحرية تحت قيادة كيكل. أوضح تقرير جديد بتكليف من مكتب حقوق الإنسان في مدينة فيينا أن قانون الجنسية النمساوي قد يكون غير دستوريا جزئيا. ودعا التقرير إلى تعديلات على القانون لضمان احترام حقوق الأطفال الذين لا تؤخذ حقوقهم في الاعتبار دائما بموجب القوانين الحالية. ولدى النمسا أحد أشد قوانين التجنيس في الاتحاد الأوروبي، مما يؤدي إلى أن يكون حوالي ثلث سكان فيينا غير مؤهلين للتصويت. ومن الممكن أن يكون التقرير وفقا للخبراء حافزا للإصلاح. تريد النمسا أن تصبح مركزاً عالمياً لصناعة أشباه الموصلات، وذلك من خلال استثمار مليارات الدولارات في السنوات المقبلة. وقال المستشار النمساوي ياهامر عقب قمة جمعت كبار صناعة أشباه الموصلات في النمسا أن عدد الشركات الرائدة في هذا المجال تزداد، بالإضافة إلى الجامعات والمعاهد البحثية. تتمتع النمسا أيضا بموقع جغرافي مناسب حيث تقع في قلب أوروبا، مما يسهل لها الوصول إلى الأسواق العالمية. وقد أطلقت وزارة الاقتصاد عملية تمويل وطنية ترافق استثمارات القطاع للتعبير عن الاهتمام. Und sie sind natürlich auch global von großer Bedeutung, weil jetzt eben hier auch ein großer Markt schon da ist, aber noch weiter wächst. Und أوضح تقرير صادر عن صناعة مستلزمات السكك الحديدية أن النمسا هي رابع أكبر دولة مصدرة للسلع في العالم في صناعة السكك الحديدية. وذكرت أنه في عام 2021 تم تصدير سلع بقيمة 1.83 مليار يورو، وتوظف الصناعة 15 ألف شخصا مباشرة و28 ألف شخصا بشكل غير مباشر. وتعتبر صناعة السكك الحديدية النمساوية هي جزء أساسي من النقل المستدام الأخضر. وتصنف النمسا في المرتبة الثالثة في الاتحاد الأوروبي من حيث عدد براءات الاختراع في هذا المجال. أجرت محطة توليد الطاقة في فيينا تجربة تشغيلية لإضافة الهيدروجين إلى الغاز الطبيعي، والذي يعتبر أول تجربة من نوعها في العالم. وتهدف التجربة إلى اكتساب رؤى مهمة حول التحول من محطات توليد الطاقة المشتركة إلى الغاز الأخضر. وسوف يتم استثمار حوالي 10 ملايين يورو في المشروع لخلط كميات مختلفة من الهيدروجين في المحطة من منتصف يوليو حتى منتصف سبتمبر. وإذا كانت التجربة ناجحة، فسيتم اعتماد المحطة للتشغيل المستمر، وهذا سيوفر حوالي 33 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً. يتوقع خبراء الأرصاد الجوية في النمسا أن تعود درجات الحرارة المرتفعة في نهاية هذا الأسبوع مع توقع هطول أمطار يوم الاثنين.
وسوف يكون الطقس مشمساً وجافاً بشكل عام يوم السبت مع درجات حرارة تصل إلى 37 درجة مئوية، ويوم الأحد سيكون الطقس مشمساً مع بعض السحب في طبقات عالية من الغلاف الجوي. ومن المتوقع أن تهطل الأمطار مع بعض العواصف غربية البلاد في وقت لاحق، وسيكون الطقس أكثر برودة يوم الاثنين مع توقع هطول أمطار غزيرة في الجنوب. كانت هذه نشرتنا مشاهدين لهذا اليوم، شكرا لمتابعتكم، ولا تنسوا تحميل تطبيق إنفوغرات على هواتفكم. كنت معكم أنا قتيبة اللحام، نهاية أسبوع سعيدة وإلى اللقاء.